العنف ضد المرأة، العنف الجنسي تحديدا، هو سلاح جديد يستعمل في السودان؟ ليس سلاح جديد للأسف الشديد. الحرب في دارفور كانت بتم فيها الاغتصابات ويتم طمس الجرائم لأنه ما في آلية محاسبة جنائية للجناة أو حتى الناس اللي بتقوم بفعل الاغتصاب، رغم ثبات الحالات ورغم أنه حتى الناجيات كانوا بيطلعوا في وسائل الميديا المختلفة يحكوا عن تجاربهم ويحكوا عن مرارة الجريمة. الآن برضو بيتم اغتصاب ممنهج، حتى في اغتصاب حصل بالزي الرسمي لقوات الدعم السريع. معظم الحالات المسجلة في السودان هي قامت بها قوات الدعم السريع في الحرب، وحتى في فيديوهات نشرت في القنوات المختلفة. أنا داير أقوله أنه العنف الممنهج ضد المرأة السودانية غير أنه ماشي جديد، رغم مساهمات هذه المرأة في الثورة، رغم وجودها جانبا لجنب مع الرجل، رغم تصدرها في الملفات الإنسانية، إنها موجودة في الساحة وموجودة وبتشتغل. لكن في نفس الوقت الظلم المجتمعي الواقع على النساء اليوم كبير للغاية، أكثر من التحمل، ده غير فكرة الاستعباد الجنسي. في أخبار متواترة مختلفة عن إنه في سوق رقيق لبيع النساء في منطقة دارفور، وده يمكن يقول حتى جريمة، يعني جريمة ضد الإنسانية. هل هذه المعلومة مؤكدة رؤى؟ هل هذه المعلومة مؤكدة؟ من أين تحصلتي عليها؟ المعلومة تم نشر أول حاجة بيان من هيئة محامين دارفور، بعد ذلك عندما تم التحقق لم يتم التأكيد الحالات. في السوشيال ميديا العديد من الناس ذكروا المواقع بالتفصيل، لكن هي محتاجة تقصي أكثر. زي ما قلت في بداية حديثي إنه الوضع الأمني في السودان لا يسمح بإنه يكون في أدوات تحقق، خصوصا إذا كانت أدوات دولية، لأنه ما زالت الحرب مشتعلة وما زالت يعني أطراف النزاع هي المتحكمة في الشوارع، هي المتحكمة في التوثيقات إنها تحصل أو ما تحصل. لكن أكيد الفترة الجاية حيكون في يعني تحقيقات أكثر وتأكيد أكثر، لأن الموضوع ده مهم جدا ويحظى على اهتمام دولي أكثر لوسائل الإعلام المختلفة. لكن ما ذكرته يا رؤى من الممكن أن يكون خطير جدا، وخطير جدا أن يكون هناك سوق لبيع النساء في السودان في ظل كل ما يحدث اليوم.